السلام عليكم، انا بوطهيري فاطمه. المشكله ديالي يا ولدي قهرني البرد وقلت الشي وما عنديش، ما صبت جهد، لا اله الا الله وصافي. عيتنا وما قديتش، باين نتاع البز ما خدام شا ولدي، ما خدام جورني ما كان والو. ولا اله الا الله، انا خاصاني كل حاجه ولدي، واللي بغيت ما لي بحالاش، واش بغيتي متنوع ليا ذا البرد وهذاك تني الجليد وكتني لا اله الا الله. البرد وبغيتي يعني الا يعاونوني يصلحوا لي هذه الدويره حتى انا نبقى بحالي بحال الناس. لا لا والو، لا والو ولدي، والو والو. ما ننساش خير واحد الجار ما شافني بلا تلفازه، عطاني هاد التلفازه لولادي الله يخلف عليه. ويعني صافي، ما إيه ما عندي والو ولدي، حتى من جهة الفراش حتى من جهة كل شيء، قلت يعني ما كل شيء خاصني كل شيء وما صبت جهد. عندي ثلاثة نتاع البنيات وعندي وليات، البنيات بثلاثة يقراو وما ندير لهم لا ليتيد لا والو، ما صايبة لهمش ما والو، قاع خاصهم كل حاجة. وما الولد عندي خرج لي من السابعة، من شاف هكا قلت شيء وكل شيء، مشى لي ما مشى للناظور مشى يحرق، قال لك خصني نغامر ونحرق ونمشي نمشي باش نقلع ما من هذا. وعاد صغير مسكين ما حتى ماشي حتى ديال الخدمه، واللي نطلب من الناس كاع اصحاب اللي ساهموا في الخير يعاونوني يا ولدي. فوت بزاف في هذا من اللي راهم عندي، راني فوت ما في شحال هنايا قريب 15 سنه وانا مكرفصه، وانا الدويره ما مصاوب وما بالله، راك تشوف كل شيء عريان لا بيبان لا والبرد لا اله الا الله صافي. غير باهم هكا اللي لقطه، يعني اللي لقطه وين من كافي لا مع الضو ومع الماء مع كل شيء، والله لا شي مرات الا يقعدوا هكا يقعدوا ما والو. ها هما جوج ورق قبالك، هما مازال ما خلص، ما صايب شي باش يخلص. الله الله يا ولدي، شكون يعاونك في لا اله الا الله؟ شت اللي يعاونك ما غاديش تنكر الخير ديالو، راه بنادم مع الله. ما ولدي ما كانش اللي هكا يفكر ولا هي يعاونوني ويعدلوا لي هذه الدويره يصلحوها لي يا ولدي من البرد، واللي عنده هكا شي فريش يعاونني بيه. ما حتى في الفراش يعني البز بقى يبرد لي بزاف، يبردو كتشوف الحاله كي. والولدي واش غادي نقول لك، انا بغيته يرجع وماذا بيا حتى انا يديروا له شي فاش يخدم ولا شي حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.